بعد فترة صعبة كلها ظلام وأحلام بتموت. النور بدأ يشقشق والشمس رجعت تملى السما من تاني، وبلدنا بتاخد خطوات لقدام في كل شيء بفضل قيادة سياسية بص على المستقبل بعين خبير. احنا واخدين الطريق الصعب قوي، بس بيكوا يا مصريين محدش ابدا هيقدر يمنعنا ان احنا نبني ونكمل بلدنا. المستقبل ده جاي على ايدين كل المصريين، وفي القلب منهم مواطنينا بالخارج اللي فضلت كلمة مصر لها نفس الأثر في نفوسهم رغم الغربة والمسافات. وكانت البداية بتخصيص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة لمتابعة شؤون المصريين في الخارج، خرجت للنور في 19 سبتمبر 2015، وزارة تلم شمل ولاد البلد حواليها وتدور على كل مصري مشرف بلدنا ورافع راسها بره، تسمع منه وتوصله بأهله وناسه، ترجعه لحضنها وتستفيد من إنجازه. حد يصدق إن رئيس الجمهورية يجمع خيرة علماء مصر في الخارج في جلسة واحدة 30 عالم وخبير مصري من كل دول العالم، اتفقوا إزاي يخدموا ويفيدوا البلد ويحققوا كل كلمة تعلموها برة عشان ينفعوا بيها ناسهم وأهلهم. فكان حلم سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، المؤتمرات اللي لمتنا تاني في حضن أم الدنيا، لملمت الحلم المتوزع على كل دول، نتجمع في لقاء سنوي نجدد العهد ونبص على اللي اتحقق وننطلق منه الحلم وإنجاز أكبر. مجرد تليفون كفيل بالحجز على أول طيارة والحضور لاجتماع أو تنسيق مشروع. يجي المهندس العبقري هاني عازر وفي شنطته مشروع أنفاق بورسعيد، قاعدة والتانية وياخد الضوء الأخضر ويبدأ تنفيذ المشروع العملاق بالتعاون مع القوات المسلحة وشركات المقاولات المصرية، ويسافر ويرجع معاه اتفاقات جديدة وشركات عالمية. ولا دكتور هاني مصطفى ممثل الحكومة الكندية في تقنية الطيران لدى حلف الأطلسي، 40 سنة خبرة كرئيس أبحاث محركات الطائرات، هل نسي بلده أبداً؟ ده بيساهم في إنشاء تحالف بين الأربع جامعات الأهلية الجديدة لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة. وأول بوردة كمبيوتر مصرية اللي خرجت على أيدين طلبة جامعة الفيوم ومعاهم الدكتور محمد محمود، الشاب المبتكر اللي رجع من اليابان والنهاردة بيحقق حلمه وهو نائب محافظ المنيا، يخليها الأولى على مستوى الجمهورية في منظومة المتغيرات المكانية، ودي منظومة رصد التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالتعاون مع إدارة المساحة ووزارة التخطيط. وشايفين بنبان صرح الطاقة الشمسية الأكبر والأعظم في العالم؟ يكلمكم عنها خبير تاني موجود بينا، دكتور إبراهيم سمك، خبير الطاقة الشمسية. بتعرفوا تعدوا لحد كام؟ نقول 500 مصري بين عالم وخبير ومستثمر ورجل أعمال، طيور محلقة في سماء غيرنا نفسها تلاقي بر في حضن بلادها ترسى عليه. بصوا على اللي اتغير في البلد، والأول مرة بنشوف الأطلس الشمسي لمصر، هدية الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، عشان يكون أول مرجع تستثمر وزارة الكهرباء في التخطيط لإنتاج الطاقة النظيفة. كفاية علي عشان أفرح وعلي راسي لفوق، مشروع الثنائي الدكتورة هدى المراغي الأولى في كل حاجة بتعملها، والدكتور وجيه المراغي اللي بيقدموا تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لأول مرة في مصر، وده بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي. طوروا في مصنع 200 ومكملين عشان يخلوا المنتج المصري زيه زي المنتج المستورد.
والأول مرة على مستوى المحافظات بنشوف مشروع المنطقة اللوجستية، وده مشروع المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصري في أمريكا اللي قرر ينشئه في محافظة الغربية باستثمارات اتحولت من الخارج بتوصل لستة مليار جنيه، وبيوفر 50,000 فرصة عمل لشباب في قلب الدلتا. بنشوف لأول مرة تصدير منتجات مصانع الجلالة كنوز الرخام والجرانيت لأمريكا والسعودية واليمن عن طريق رجل الأعمال المصري كرم خليل. عزمين إننا نكمل المشوار مهما كانت التحديات، ورغم جائحة كورونا طورنا نفسنا واشتغلنا على التحضير للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار مصر تستطيع بالصناعة، وعملنا 6 جلسات افتراضية شارك فيها خبراء الصناعة المصريين بالخارج من مختلف دول العالم وفي حضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الصناعة، وقدرنا خلال الجلسات دي نخرج بتوصيات غاية في الأهمية تم دمجها في الخطة الاقتصادية للدولة، وحيكون ليها دور مهم في دعم جهود بلدنا للنهوض بالصناعة. مصر تستطيع، مصر تقدر، مصر عندها اللي بيخليها تكمل وتقوى. والنهاردة بنجدد لقائنا وعهدنا في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بتطلعات وطموحات جديدة نساهم وندعم بيها خطط بلدنا وجهودها في تطوير صناعتنا، ونجيب لكم آخر إنجاز، أول روبوت مصري بيشتغل مذيع ابتكروا شباب زي الورد بيقودوا خبرائنا من الخارج معتز عطلة وحسين فهمي علشان نأكد على يقيننا إن مصر تستطيع. مساء الخير، أنا اسمي توت. مصر تستطيع بالمصريين في الداخل والخارج وبالقيادة السياسية وبوعي شعبها، مصر هتقدر، مصر هتكبر. شكرا لكم جميعا. مش بس مؤتمر ومؤسسة وبرنامج تلفزيوني، ده حلم، حلم وراها عقول كتير أمنوا بيه. مصر تستطيع. أكيد تستطيع. مصر تستطيع وتستطيع كمان. مصر تستطيع. مصر تستطيع 100%. مصر تستطيع. تحيا مصر بيكم.